بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 137 سنين او ما شابه ذلك. انا اعرف هذا، ولعلك تعلم اني زرت الكويت مره واكثر من مره. لا، مره واحده والله. لكن الان رجلي لا تساعدانني، والا كنت اعتمرتك ثم ربما حججتك، لكن وهن العظم مني. نبدأ باليمين إذا كان الأستاذ عنده شيء. تفضل. من ذبح ذبيحته فنسي أن يسمي. نسي إيش؟ أن يسمي الله. هل تحل أم لا؟ هل؟ تحل، يحل أكله. تحل له، لأن النسيان عذر مرفوع مؤاخذ عليه. كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمؤاخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص، لقول عليه السلام: وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ونزلت الإجابة من ربنا عز وجل فوق عرشه، كان كلما قال المؤمنون: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الدعاء، يقول الرب تبارك وتعالى: نعم. فالله عز وجل قد يعني تلطف وترأف وترحم بهذه الأمة، فلم يؤاخذها إلا بما تعمدته قلوبهم. تنقل عن الشيخ ابن عثيمين فتوى أنه يعني النسيان هنا يرفع الإثم، أما الذبيحة يعني لا تحل من أصلها. هذا رأي الحنفية كقاعدة لهم تخالف رأي الجمهور، يعني تأويل الحديث السابق: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، اختلفوا في التفسير. الجمهور: وضع الإثم والتكليف معا. أما الأحناف فيقولون: وضع الإثم دون التكليف. ومن الاختلاف في تفسير هذا الحديث يتفرع الاختلاف في الفروع التي يعني ترد، فكل يحيل بها على تفسيره للحديث. فمن كان تفسيره أنه يعني وضع الإثم فقط، يقول لابد من الإعادة في كل حكم ترتب عليه نسيان، إلا ما استثناه النص، والعكس بالعكس تماما. من كان يفسر الحديث بالتفسير الأوسع، ونحن مع الموسعين، أن الله عز وجل وضع ورفع الخطأ والمؤاخذة إثما وتكليفا، إلا فيما جاء الدليل المكلف ويرحمك الله. ولذلك فما نقلته عن الشيخ إذا كان نقله طبعا صحيحا فهذا رأي مسبوق إليه من كثير الآلالم، ونحن نقول برأي الآخر كما أسمعتك آنفا. أضف إلى ذلك أن تكليف الناس ومؤاخذتهم بهذا التكليف فيما ينسون فهو يشبه تكليف ما لا يطاق، وهذا أيضا ليس
من مذهب أهل السنة خلافا لما نقله الإمام الغزالي في كتاب الإحياء، حيث ذكر أن لله أن يكلف عباده بما لا يطيقون، وهذا خلاف القرآن الكريم. شيخ، من سافر في معصية كفعل الفواحش وشرب الخمر، هل يجوز أن يقل له أن يقصر الصلاة أم لا؟ الخلاف في هذه مسألة معروف أيضا، لكنني أقول من سافر لهذا القصد فليس له ترخص، أما من سافر ومن طبيعته أن يخالف لم يتقصد السفر ليخالف، وإنما تقع منه المعاصي والمخالفة، فهذا لا هو يترخص. واضح لك الفرق؟ نعم نعم. الحمد لله. شيخ، ماذا نأخذ وقت الجماعة ولا؟ انظر، المسلمون في السويد في دولة أوروبية في رمضان الفطر عندهم 3 ساعات فقط، يعني تغيب الشمس الساعة 10 وتشرق في 1. وين؟ في السويد. في السويد نعم. نعم، هناك يعني المسلمون. نعم نعم معروف. 3 ساعات فقط يفطرون و 21 ساعة يصومون، فوجدوا مشقة. فكما نقل لي أحد الأخوة أنهم أرسلوا يعني أفتالهم البعض أن يصوموا ويفطروا على ميقات الحرم المكي، فالفتوى هذه يعني ما نرى هذه الفتوى صوابا. لأننا نعكس الموضوع فنقول سيأتيهم فصل ينعكس الأمر معهم، فيصومون 3 ساعات أو قريبا من ذلك ويفطرون بقية 24 ساعة. واضح؟ ما أظن ولا. وأنت دارس شيء من ما يسمى بالجغرافيا؟ نعم يعني قريبا. أنت ما تعرف أن الشمس يعني في القطب الشمالي تغيب نصف سنة على طول فلا يرونها، والنصف الثاني يبقى على العكس من ذلك تماما، تعرف هذا ولا؟ أنا بضاعتي في الجغرافيا مزجاهة. ما تعرف هذا؟ هذا أمر معروف. وبين هذا وهذا فصول في تلك البلاد، يعني من كان في القطبين فيمر عليه الليل نصف السنة وفي المقابل نهار نصف السنة. هذا يأتي سؤال هنا، ماذا يفعلون؟ لكن الذين هم دونهم وأقرب إلينا إلى خط الاستواء، هؤلاء كلما اقتربوا إلينا كلما تدل الوقت معهم. تعرف في الخط الاستواء أن الليل والنهار متساوي تماما، لكن كلما علا أو دنا نزل يختلف الأمر تماما. فيأتي وقت في هذيك البلاد مقابل 20 ساعة أو 21 ساعة اللي بيصوموها وبيقابلهم 3 ساعات إفطار، سيأتي بعد نصف سنة تقريبا العكس تماما. ولذلك فنحن نقول لهم حسابكم مدخر فيما سيأتي، ولا نفتيهم بأن يصوموا بالنسبة لجوارهم، لأن هؤلاء يصدق عليهم الآيات أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بخلاف الذين قلنا لك عنهم في القطب الشمالي لا يرون شمسا مطلقا، لا صبح ولا عشاء ولا أي شيء. فهؤلاء يقدرون تقديرا، كما جاء التصريح بذلك في حديث الدجال الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بأن الدجال يخرج في كم يوم، 30 يوم ولا 40 يوم، 40 يوم،
فيوم أيامه طول وطول سنة، واليوم الآخر طول وطول شهر، والثالث طول وطول أسبوع، وبقية أيامه كأيامكم هذه. جاء السؤال كيف يكون الصلاة؟ قال تقدروا لها قدرها. إذن تقدير السنة هذه الطويلة بدل يقدر المسلمين حسب إيش ما كان معهودا عندهم. الآن في وجود الساعات من الميسر جدا أنه يقدروا، لو فرضنا أنه أصاب المسلمين ليل دامس طيلة السنة فاختلط الليل والنهار، وهذا يقع كما قلنا آنفا في القطبين الشمالي والجنوبي، فهذا لابد له من تقدير. أما كل بلد يرى الشمس تطلع وتغرب وما يترتب من وراء ذلك من الفجر، فهؤلاء لابد أن يصوموا ولو طال مدة الصيام عليهم. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولو شاء الله لأعنتكم، ما شاء الله لن أعنت والحمد لله، لكن إذا وقع في بعض البلاد مثل هذه الصورة فسيأتيهم الراحة المضاعفة مقابل تلك المشقة الزائدة. هذا هو جوابي وهو صواب إن شاء الله. سؤال يا شيخ، هناك يعني عندنا في الكويت بين مجموعة الشباب المسلم ملتزم تجد البعض لا يرتاح الآخر، فيعني ما ينخم عليه في دينه بشيء، الله المستعان، لكن يقول أنا ما أرتاح لأني شخصيا نفسي لا تطمئنني، وإذا يعني أنكر عليه أو ما شابه ذلك استشهد بحديث وحشي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيب عني وجهك، فوحشي جاء تائبا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله وسلم قال غيب عني وجهك، فهنا يعني قالوا الحالة النفسية رسول الله الرجل جاءه تائب فيستشهدون بهذا الحديث يعني. فلو تزيدنا إيضاح هذا استشهاد في غير محله، هو صحيح جاء تائبا لكن في نفس الرسول عليه السلام حسرة لا تمحيها الأيام ولا الزمان بسبب قتل وحشي لعمه حمزة، فماذا فعل هذا الذي لا يرتاح إليه مع هذا الذي لا يرتاح؟ الذي فعله معه لا شيء. ولذلك فهذا الاستدلال في الواقع يدلنا أننا نعيش في زمن قد تزبب الناس قبل أن يتحصرموا وتعالموا وهم جهال وليسوا بعلماء، فهذا الاستدلال هزيل جدا لأنه لا يطابق الحادثة. هب أن إنسانا قتل أخا لمسلم ظلما وبغيا وعنوانا وجاء إليه تائفا وظهر من منطلقه في حياته أنه تائب فعلا، لكن قال لو غيب عني وجهك، هذا ليس كذاك لأن هذا قتل أخاه ظلما، فلا يريد أن يتعكر صف حياته برؤية وجه قاتل أخيه مثلا. فالمسألة تختلف، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. يعني هل هو آثم بذلك يا شيخ؟ لا شك، لأن هذا من التذابر والتقاطع. نعم يسمى الهوى، ولا شك تبع الهوى. طيب سؤال أصولي يا شيخ، في الأصول من أدلة التشريع المختلف فيها العرف، البعض يعني يجيزه والبعض ينكره، فلو تبسطون القول في هذه المسألة. العرف يا أخي ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، وإنما له علاقة ببعض الألفاظ التي قد يتكلم بها بعض الناس ويكون لهم عرف خاص. ومن أمثلة ذلك ما ذكر في كتب الفقه، لو أن إنسانا حلف بأنه لا يأكل اللحم فهل يحنث
إذا أكل السمك؟ السمك بنص القرآن الكريم وتخرجون منه لحما طريا، هكذا الآية ظن. فهو لحم، لكن إذا كان في عرف بلد أنه إذا قال القائل اشتريت اللحم أو أكلت اللحم ما يخطر في باله مطلقا أنه لعله يعني لحم السمك، لعله مش يتبادل لذهنه لحم السمك. فحينئذ من حلف هذا الحلف وأقسم هذا اليمين فهنا نقول يجب أن يعود إلى عرف بلده. وأنا أعكس لك الآن المثال، من كان في بعض البلاد الساحلية التي لا تعرف من اللحوم إلا لحوم السمك، أما لحوم الضأن، أما لحوم الجمال، أما لحوم المعز، فهذا ما يخطر لهم على بال لأنه لا يعيش أو لا تعيش هذه الحيوانات في ساحلهم. فقال قائلهم والله لا أكل اللحم كذا يوما، فأكل سافر سفرة مثلا وجاء البلاد التي يعرفون فيها هذه اللحوم فأكل منها، هل يحدث؟ نعود إلى عرف بلادي، ماذا يعني اللحم؟ يعني السمك. فمثل هنا يدخل العرف. أما تغيير الأحكام تبديل الأحكام فإن جاء الإسلام يعني نصوص منها ما هو مفصل ومنها ما هو يعني عام يدخل فيه جزئيات كثيرة وكثيرة جدا، فلسنا بحاجة لأخذ الأحكام من أعراف الناس لا سيما وهي تختلف كل اختلاف، كما ضربت لك مثلا آنفا فيما يتعلق بمسمى اللحم. هذا علاقته ليس في الأحكام التكليفية وإنما أشياء يجبها الإنسان على نفسه، فحينئذ يقال له ماذا تعني. ومن هنا جاء تفصيل العلماء والفقهاء بين بعض الألفاظ في نفس البلد التي يتكلم فيها، فجعلوا مثلا الطلاق قسمين، طلاق صريح وطلاق كنائي. فإذا كان في بلد ما معروف أن الرجل قال لأهله اذهبي إلى أهلك ويعنى بهذه العبارة الطلاق، فكما لو قال لها طلقتك. أما إذا كان في بلد آخر لا يعنون هذا المعنى لا يدخل في طلاق الكلاي أبدا، لأن هذا ليس يعنونه في البلد الخاص التي أنا أشير إليها. فإذا هذه الألفاظ ليس لتغيير أحكام شرعية وإنما لتوضيح مقاصد شخصية تتعلق ببعض المتلفظين بها. المجيزون يا شيخ يستشهدون بحديث هند ان ابا سفيان رجل شحيح. نعم المجيزون يستشهدون بحديث هند ان ابا سفيان رجل شحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك واظن واولادك بالمعروف. نعم فبالمعروف هنا هم اللي يعني توسعوا فيها قليلا يعني. ما في مانع. شو المقصود هنا بالمعروف؟ هل هو يعني ما جرى العرف في هاتيك بلد من الانفاق؟ هذا هو، في بلد اخر يختلف الامر. هذا ليس تقييدا لحكم شرعي وإنما الأعراف تختلف من بلد إلى آخر ولا يتعلق بحكم ثابت في الشرع أبدا. حديث هذا صحيح بلا شك. نعم. ألا يقال أن اللفظ المعروف هنا ليس له شأن بالعرف؟ بالمعروف أي بعدم الظلم وبعدم الإكثار من أخذ المال بالحق وكذا؟ ممكن أن يقال هذا حقيقة، المعروف غير العرف. نعم شيخ الأخ أسئلته كثيرة لباقي سؤالين ولا نرى التوضيح ونعود يعني الشيخ عنده أسئلة ننوع بس خير. أنا كنت أذنت لي إيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كثر الكلام في موضوع السنة وتطبيق السنن
في كثير من البلدان الإسلامية ومنها السعودية، ونرى بعض المتكلمين الآن ممن نحسن بهم الظن جرت على ألسنتهم عبارات إن تطبيق بعض السنن قد يفرق المسلمين، فهل هذه المقولة لها وجه من الصحة؟ وما تعليقكم على هذا؟ كيف يعني نرد على مثل هؤلاء وهم يعني سلفيون ولهم دور في الدعوة؟ فلعلنا ننقل إليهم شيئا من رأيكم في هذا. والله لا أعتقد أنا شخصيا أن عالما سلفيا يتكلم بمثل هذا الكلام. قد يكون سلفيا ناشئا، وهذا من باب حسن الظن، وإلا أكاد أقول إنه ليس سلفيا مطلقا. كيف تكون السنة مفرقة للأمة؟ بل والواقع أن السنة هي التي يجب أن تجمع الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف صحته عندهم جميعا. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وإذا كان التمسك بالسنة هو العصمة في تكتل الأمة وتجمعها والصيانة عن أن تفع الخلاف والفرقة، فلا شك أن كل من يدعي أن التمسك بالسنة هو سبب تفرق الأمة هذا شيء. شيء آخر، ليس هناك مفهوم محدد كل التحديد لكلمة السنة التي يطلقها هؤلاء الناس الذين أشرت أنت إليهم. فقد تكون السنة من باب الأمور المندوبة التي يعنونها، وقد تكون من الأمور المستحبة، وقد تكون من السنن المؤكدة، وقد تكون من السنن الواجبة. فأي السنن التي هم يطلقون هذه الكلمة حولها ويدعون أنها تكون سببا لتفريق الأمة بها؟ حتى تتضح الصورة. نعم. ضرب بعضهم مثلا لو أن رجلا أراد أن يصلي بجماعة وكانوا يرون الجهر بالبسملة قبل الفاتحة وهو لا يرى ذلك، ولو أنه صلى بهم ولم يجهر كان مجالا لنزاع، فيرى هنا أن يتنازل عن ما يعتقده في ذلك ويجهر بالبسملة. ويرون أيضا مثالا آخر الاختلاف في موضوع صلاة التراويح، أنه القول 20-23 و11-13 صلي مع الإمام ما يصلي دون أن تثير هذا النزاع. هذه الأمثلة التي يضربونها. جميل. كيف يكون إحياء السنن التي أميتت مع الزمن وإماتة البدع التي أحيت مع الزمن إذا كان الداعي العالم يريد أن يسير الجمهور باسم من الأسماء المبتكرة المختلف فيها إلى آخره؟ كيف يكون؟ أليس معنى هذا أننا ندعو الناس إلى قلب الحقائق الشرعية بسبب سياسة لا شرعية؟ أنا لا أنكر أن الإمام إذا كان عالما ودرس المجتمع الذي يعيش فيه أنه إذا جهر أو أسر، إذا كان الجمهور يجهر، فإذا أسر بالفاتحة عفوا بالبسملة بين يدي الفاتحة يغلب على ظنه أنه يترتب من وراء ذلك مفسدة بين الجماعة التي هو يريد أن يحيا فيها ويعيش فيها.
أقول لا بأس من الجهر، ليس مسايرة لهم وليس تنازلا عن ما يعتقده من السنة، بل استعمال منه لسنة أخرى ثبتت لدينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول بأن أبو قتادة الأنصاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمنا في صلاة الظهر أو العصر أو كليهما معا، وكان يسمعنا الآية أحيانا. فإذا يسمعنا الآية أحيانا والصلاة سرية كان لحكمة، وهي لحكمة تعليم الناس. طيب، اقتدى بهذه الحكمة الفاروق رضي الله عنه، فكان يجهر أحيانا بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، أيضا تعليما للناس. فلا شك أنه الأصل أي الرسول عليه السلام رأى هذه الحكمة، والفرع أي عمر الخطاب رضي الله عنه كذلك. لكن الحكمة ليست محدودة النطاق، يمكن أن تكون الحكمة من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، كما فعل الرسول عليه السلام يوم قال لعائشة وقد أرادت أن تدخل الكعبة تصلي ركعتين اقتداء بالرسول، قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك قصرت بهم النفقة، ولو ألا أن قومك حديث عادم الشرك لهدمت الكعبة إلى آخر العالم. إذن هو استعمل الحكمة عليه السلام بمعنى آخر هنا. فيمكن لإمام المسلمين العالم الفقيه الذي لا يريد أن يسير الناس، وإنما يريد أن يصلح قلوب الناس وأن يجلبها إليه، له أن يجهر بسم الله أحيانا. ولكن هل العالم الحكيم يقتصر فقط على الجهر بالبسملة ولا يظل يلقي دروسا بين الناس حتى يفتح قلوبهم ويجعلها تقبل على سنة الرسول عليه السلام، ليقول لهم تارة وتارة أن الحديث الصحيح يقول كان ينشر بالبسملة، ولذلك لا تعصبوا كثيرا للجهر بالبسملة، فإن جهر صلاته صحيحة وإن أسر صلاة صحيحة، لكن السنة هكذا. فإذا كان هو من جهة يعلمهم ومن جهة يداريهم ويسايسهم فهذا لا بأس فيه، بل نراه عين الحكمة. أما أن يساير الناس ويمشي مع الناس بالحجة السابقة أن التمسك بالسنة تفرق الأمة فضلاتها، فهذا الحقيقة هو منتهى قلب الحقائق. نستطيع أن نقول تكون المسايرة فترة مرحلية حتى يتم تعليمهم وإقرار السنة فيه. هو كذلك نجب على لموضوع التراويح كمثال أجيت به. التراويح من الأمر المجمع عليه بين علماء المسلمين أنها سنة وليست بفريضة، لأنها من قيام الليل، وأن هذه السنة يمكن أن يصليها ركعتين وأربعا وستا وإلى آخره إلى أن يصل الموضوع للحد المختلف فيه. فما الذي يفرض على المسلم المتحمس للاقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة القيام أن يقال تابع الجماعة يا أخي، بينما هو لو صلى ركعتين ثم ولى الأدبار ماذا بيقول له؟ ليه؟ لأنه قائم في الذهن أن هذه نافلة وليست بفريضة. لكن إذا جاءت المسألة لمحل نزاع هنا بقى دخلت كما يقولون عندنا في الشام ست نفوس، لازم يكمل. ليش هو لازم يكمل هنيك ولا لازم يكمل؟ لأنه هذه مقولة قديمة أنه الإنسان يصلي ما يشاء
وهنا لأنه مع الزمن أنا أنسى وأنا ألقي في نفسك التراويح. من الأمر المجمع عليه بين علماء المسلمين أنها سنة وليست بفريضة، لأنها من قيام الليل، وأن هذه السنة يمكن أن يصليها ركعتين وأربعا وستا وإلى آخره إلى أن يصل الموضوع للحد المختلف فيه. فما الذي يفرض على المسلم المتحمس للاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة القيام أن يقال تابع الجماعة يا أخي، بينما هو لو صلى ركعتين ثم ولى الأدبار بعد بيقول له ليه؟ لأنه قائم في الذهن أن هذه نافلة وليست بفريضة، لكن إذا جاءت المسألة لمحل نزاع هنا بقى دخلت كما يقولون عندنا في الشام ست نفوس، إيه لازم يكمل. ليش هو لازم يكمل هنيك ولا لازم يكمل؟ لأنه هذيك مقولة قديما أنه الإنسان يصلي ما يشاء. وهنا لأنه مع الزمن أنا أنسى وأنا ألقي في نفسك. قرأت رسالة الأخ ما أدري شو اسمه اللي تكلم في صلاة التراويح حسب القواعد العلمية الأصولية، وجدته مع الأسف أيضا مسحوب مع الجمهور. ليه؟ لا ما عم يجادل بإنصاف، نحن عم نجي نقول أنه صلاة التراويح بتراوح بين الزيادة والنقص، لكن أكثر شيء ورد هو 11، وهو بيقول في رواية 13، وأنا ذاكرها هي ما لي يعني كاتمها أو جاهلها، هو بيطوي عنا صفحا وبيذكر كأنه بيستدرك عليه أنه لا في كمان رواية 13. أنا لو كنت يعني جاهل هذه الرواية ونقول طيب 13 في 15 إلى آخره ما في، هذا شيء. الشيء الثاني، كيف يقول الشيخ كذا وكذا وهي الرسول كان يصلي تارة 7 تارة 9 إلى آخره؟ يا أخي إني بس أنت صلى أكثر من 11 صلى أكثر من 13 هذه بطبيها ولا يتعرض لها أبدا. إيه هذا مو على الأصول هذه. تفضلوا واشربوا. بسم الله إبراهيم دكتور رجل فاضل طيب الحمد لله، لكن ما منا من أحد إلا يؤخذ من قولي ويرد غيره. في معرض الحديث عن تطبيق السنة تطرق بعضهم إلى حديث أو إلى فعل بعض الناس الاهتمام الشديد بعملية رص الصفوف وإلصاق الأقدام بالأقدام والمناكف، فقال نظرت في الحديث، فالحديث في البخاري يعني نعمان بن بشير أظن، فرأيت أن السنة هي تسوية الصف، أما إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم فهي ليست سنة، وإنما من قول النعمان بن بشير كنا رأيتنا يلصق أحدنا. فقال تأملت الحديث فوجدت أن السنة التسوية وليست الإلصاق، فيكون الذين يحرصون على عملية إشغال أنفسهم كما يقولون والناس بإلصاق المناكب والأقدام يتمسكون بشيء ليس من السنة، فما تعليقكم على هذا القول؟ تعليقي عليه أن الرجل يبدو مما نقلته والعود على الراوي ما شاء الله ما ننقل إلا ما سمعناه جميل للأذن، أن الرجل لا علم عنده ب وصول الحديث والفقه. إذا جاء حديث
فيه من السنة كذا، كيف يفهم هذا الرجل هذه الكلمة؟ ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلام صحابي يقول من السنة كذا، كيف يفهم هذا الكلام؟ إذا رجعنا إلى علم المصطلح، يقولون قول الصحابي خاصة من السنة كذا في حكم المرفوع. وهناك كثير من الأحكام الشرعية تؤخذ من مثل هذه الروايات الصحيحة، ليس فيها ذكر للرسول أنه أمر أو فعل أو نحو ذلك، وإنما هو مجرد نقل عن بعض الصحابة للواقع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام. فإذا كان هذا الرجل يعترف بهذا العلم فيكون مخطئا أشد الخطأ حينما يقول ما نقلت عنه، وإذا كان لا يعترف أو لا يعلم فنقول له ليتعلم. نستطيع أن نقول يا شيخ أن ذلك من السنة التقريرية إذا سمعت. هو كذلك، لكني أردت أن أقول شيئا آخر. ترى هذا الذي فعل من الصحابة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتسوية الصفوف، هذا فهم منهم أم جهل؟ هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، إما أن نفترض أن هذا الفهم المقترن بالتطبيق ما اطلع عليه الرسول عليه السلام، أيكون فهمنا نحن الخلف مقدما على فهم أولئك السلف أم العكس هو الصواب؟ ليس مقدم، يقدم فهمهم. هذا على افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، لكننا سنقول قولا آخر. إذا احتمل أن هذا الفعل الذي فعلوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، واحتمل أنه لم يطلع عليه، فأي الاحتمالين أقوى؟ أطلع أم لم يطلع؟ طلع. طيب، هل يجادل هذا الإنسان الذي نقلت عنه ما نقلت في هذه الحقيقة؟ أظنه يجادل، ذلك لأنه لا علم عنده في السنة. هكذا أنا أقول ولا عد عليك أنت. لأنه لو كان عنده علم بالسنة، أنا أعرف بالتجربة أنا من كان عنده علم السنة ولو كان قد نسي رواياتها وألفاظها وإلى آخره، لكنه متشبع بفقهها وفهمها، فإذا ما نزلت به نازلة واضطر إلى أن يهيئ لها جوابا، الكمبيوتر الإلهي في ذهنه في لحظات يجمع السنة التي قضى حياته ودهره في دراستها، وإذا به بيطلع الجواب كما يخرج من هذا الجهاز الذي توافر عليه ألوف العلماء وفي سنوات طويلة وطويلة جدا مشان يهيئ جواب في لحظات. لكن هذا صنع رب العالمين، فهو أقوى وأقدر وإلى آخره. ولذلك أنا أقول هذا الإنسان لو كان دارسا للسنة لعرف أولا أن كل شيء وقع في عهد الرسول عليه السلام ولم ينتي لم يأتي إنكار أو تشريع جديد منه، فحكمه حكم إقراره ورؤيته إياه، وبخاصة إذا كان في الصلاة يراهم من خلفه. هذا الذي أردت أن أمهل للوصول إليه،
وبخاصة أن الرسول عليه السلام قال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. طيب هذا يقال أن هذا عمل الصحابي، سامح الله، سامح الله إن كان سلفيا على عادته. الرجل أما إن كان نذكر اسمه ما أريد أن نذكر، لكنه سلفي وعالم في السعودية. لكن المشكلة الآن القائمة من فترة حديثة في السعودية أن هناك بعض تشددات من بعض الإخوة السلفيين في قضية مضايا، فهذه أوجدت عند بعض الفضلاء من العلماء، يعني حتى أقول، حتى أعطيكم مثال عنهم، حتى الشيخ محمد العثيمين بدأ يقول مقولات فيها شيء من يعني المرونة، بزعمهم أنهم يريدون أن يحتووا هذه المخالفات. لكن الرجل الذي أنقل عنه، أولا أريد أن أطمئنكم إن شاء الله أن النقل صحيح، وأن الرجل على جانب من العلم بالسنة والالتزام السلفي. ولكن يعني حتى الشيخ بن باز جزاه الله الخير بدأ أيضا ببعض مثل هذه التنازلات، صح التعبير، حتى يعني يحتوى هذه الظاهرة. نعم، أتدري ما هو السبب؟ الله ورسوله أعلم ثم الشيخ. لا، هذا خطأ. هو ذكر الشيخ. هذا خطأ. نعم. هو ذكر السبب. لا، ما ذكر السبب. هو ذكر سببا، لكن السبب الذي أنا أسأل عنه هو ما السبب الذي يحمل هؤلاء الأفاضل إلى محاولة الاحتواء الذي أشار إليه. السبب يا أستاذ أن هذه السنن لم يقم بها أولئك العلماء أنفسهم، إنما فرضت عليهم فرضا. وربما لو أمعنت النظر أنت فيهم لوجدتهم هم يخالفون هذه السنن. وما أدري هل تأملت أم ما كان هناك ما يبرر لك التأمل، هم لا يفعلون هذه السنن. فلو أنهم منذ نعومة أظفارهم، منذ أن فتح الله قلوبهم للعلم بالكتاب والسنة، أخذوا يشيعون السنة بين أصحابهم وجماعاتهم، لكانت النتيجة كما فعل محمد بن عبد الوهاب بدعوة التوحيد. الآن ما في السعودية من ينكر دعوة التوحيد، لكن في البلاد الأخرى لا يزال الأمر في سوريا ومصر وإلى آخره، وبيكفي أنه أي وهابي وخلص. لكن لو كان هناك سنة منتشرة بين أهل العلم، هذه السنن الفعلية، لوجدت العامة لا يختلفون ولا يتنطعون ولا يتخاصمون. لكن السبب أنه الآن مع الأسف العلماء أنفسهم منقسمين قسمين، بالتالي أتباعهم ناس يدعون إلى السنة بدون أي تحفظ، هكذا السنة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ناس بيقولوا يا أخي ما بدنا نعمل تشويش، ما بدنا نعمل تفريق وإلى آخره. يا أخي شوفوا سبب التفريق ما هو. سبب التفريق ليست السنة، وإنما هو الجهل بالسنة. الجهل بالسنة، فإذا هم عليهم أن ينشروا السنة وأن يدعى الناس بالتي أحسن إلى تطبيق السنة. وأنا لا أخالفهم أبدا بأن يتعاطوا الحكمة في ذلك، أما أن يحاربوا أهل السنة من أجل مخالفين السنة لا. وأنا أقول كلمة حق هنا، بدل أن نقول لأتباع السنة، يعني زيد من أهل العلم يرى أن هذه السنة سنة تسوية الصف غير الرأي الذي نقلته وقد دحضناه دحضا، يرى أنه فعلا هذا من السنة، لكن يجد أن هذه السنة متعامل مشاكل وأنا من أعرف الناس بها. فبدل أن ينكر على هؤلاء الذين يحيون هذه السنة، خلي ينكر على الجهلة، خلي يقول لهم يا جماعة اتقوا الله، هذا الذي يفعله هؤلاء هو السنة، أنتم ما عرفتم أنها سنة، ومن جهل شيئا عاداه. ولا مانع عندي من الطرف الثاني أنه يلتفتوا لأهل السنة رويدا الهوينة إلى آخره، أما رأسا محاربة أهل السنة، لأنه هني عم يجد الفرقة
وترك أهل البدعة المخالفين للسنة أوردها سعد، وسعد مشتمل هكذا يا سعد تورد الإبل. الله يبارك الله فيك شيخنا، تنبيه على قول لعلي أخطأت فيه. نعم الله أعلم، أنا قلت له هذه الكلمة ومسجلة يعني. نعم. موضوع أصولي، موضوع تقرير الله كما يسميه بعض الرسولين، هل ترجحون أنه يؤخذ به؟ يعني أن يفعل الصحابة وهم بعيدون عن رسول الله شيئا، لأن بعض من ينكره يقولون مثلا كنا نازل والقرآن ينزل، لا تؤخذ من هذا الحديث لأنه لو أخذت منه وحده لكان إقرارا لهذا الأصل، لكن يرون أنه ثبت من أحاديث أخرى. فأظن واضحا ما يسمى تقرير الله في المسألة. أي نعم، أنا لا أعتقد أنه يوجد في علم الأصول مقابل تقرير الرسول تقرير الله، لكن أعتقد أنني أنا والفضل لربي وحده لا شريك له أشعته الآن هذا المعنى، وهذا ليس من علم الأصول. فجوابا على هذا السؤال أقول، هل يحتج بتقرير الرسول؟ لا شك. طيب يأتي السؤال، يحتج بتقرير رب الرسول؟ عقليا لا شك. لا، هذه حيدة أنا بعتبرها. ليش؟ ما ليش؟ أحمل رأيا. لا لا يا أخي، تحمل عقلا مش مهم تحمل رأيا. لا، قلت عقليا لا شك. كويس، لكن ما قلت كذلك في السؤال الأول. في السؤال الأول ما قلت ذلك. أرجع عن حيدتي. أحسن، جزاك الله خير. أعود أقول، هل يحتاج بتقرير الرسول؟ نعم. عقليا وشرعيا. وشرعيا. نعم. طيب، هل يحتاج بتقرير رب الرسول؟ نعم. عقليا وشرعيا. انتهى الموضوع، والجواب الصحيح من باب أولى يا أخي، من باب أولى أن يحتاج بتقرير رب الرسول، لأن نحن ما قومنا ولا قدرنا تقرير الرسول شيء حق تقديره إلا لأنه مدعم من ربه. فإذا مسألة عرفنا أن رب العالمين أقر ذلك الشيء، وشو معنى أقر رب العالمين؟ يعني ما جاء بحكم ينسخ ذلك، ولذلك لا يرد علينا الاحتجاج بأنه كنا نعزل والقرآن ينزل، لأننا نقول تقرير الرسول هو حجة، لكن هذا عمله أو دلالته بالعبارة الصحيحة كمفهوم النص. منطوق النص حج بالإجماع، مفهوم النص في خلاف. الجمهور أنهم يحتجون بمفهوم النص، حنفي بيقولوا لا، الجمهور أنفسهم بيقولوا نحن نحتج بمفهوم النص إلا إذا عرض منطوقا. أيضا نحن نقول في التقرير سواء التقرير النبوي أو التقرير الإلهي، نحن نحتج بهذا وبذاك إذا لم يخالف نصا. واضح؟ ولذلك أنا أتعجب من الحنفية حينما يجادلون في مسألة وقعت في عهد عليه السلام وهي لا صلة وفقا بما سبق من الكلام حول التراص في الصف. الله أكبر، الله أكبر. أنت تعرف الخلاف بينهم، بين الحنفية والشافعية في كثير من المسائل، منها مثلا خروج الدم ينقض وضوء أم لا، منها مثلا صلاة المفترض وراء المتنفل. الجمهور وفي مقدمتهم الشافعية يأتون بأدلة صحيحة وثابتة، لكن الأحناف جواب عليها ليس فيها أن الرسول عليه السلام علم بذلك وأقره. حديث معاذ، صلاة معاذ، شايف شو بيقولوا؟ فأنا ابتدعت الآن في العصر الحاضر، يا جماعة اتقوا الله، إن كان الرسول ما علم ذلك وهذا ممكن، لكن رب الرسول علم ذلك ورب الرسول أقر ذلك وما جاء بحكم جديد، ولذلك فإقرار رب العالمين أقل ما يقال فيه مثل إقرار سيد المسلمين
وهو أقوى من الشيخ. أحد دكاترة الجامعة بهذا الموضوع فأورد علي مثال كويس. قال لو ثبت أن فعلا فعل في اليمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل لنا هكذا افترض المسألة الجواب حاضر، فهل يعتبر هذا تقرير؟ أي نعم يعتبر تقرير ولو لم ما لم يخالف نص الشرائع. هذا تقرير جيد مسألة مفروغ منها. قيد المخالفة يوضح فحتما. هل لأن وتعرف أنه لما الأحناف بيفترضوا مسألهم مو مثال هذا الفرضية اللي فرض هذا الإنسان، راح فيها بعيدا وبعيدا جدا، وأظن هذا منطق حنفي حزور أنا ولا لا شنشيات أعرفها من أخذ. ليش؟ لأنه أنا أعرف هؤلاء لما بيجادلوا بياخذوا المثال البعيد البعيد الخيالي وبيتركوا المثال الواقع. فهم الذين يقولون في قصة معاذ ما في بالخبر أن الرسول طلع على ما كان يفعله معاذ، كذلك قصة ذلك الصحابي الذي قام حارسا للصحابي وهم نازلون في الوادي في تلك المعركة، وكان هناك مشرك يتتبع آثارهم، لما رأى هذا الصحابي قام يصلي رماه بالحرب الأولى والثانية والثالثة، وفي كل مرة يضعها في ساقه وتسيل الدماء منه، بيقولوا بكل برود الدم، بيقولوا الأحناف هذول أحناف شيخنا علماءنا بس بدنا في الواقع. أنه ما في أن الرسول اطلع، يا سبحان الله، لكن الرسول قائد الجيش بغض النظر عن شخصيته النبوية، قائد الجيش يخفى عليه كيف أصيب شخص منه كان أمره بالحراسة فتخفى عليه، وجندي من الجنود هو جابر عبد الله الأنصاري الذي روى هذه الحادثة يعلم ذلك. بدها شوية إنصاف شوية تجرد. كذلك معاذ بن جبل كل ليلة بيصلي خلف الرسول وبيرجع لقومه ويأمهم، هي له فريضة ولهم نافلة. ما الرسول ما عنده أدب؟ مين عنده علم؟ كمان جابر بن عبد الله اللي هو روانا ايش القصة. واخيرا احنا نتنازل معهم يا جماعة ابو انه الامر كذلك، لكن رب الرسول اما علم هذا وهذا؟ اي نعم. هل انزل حكما خاصا يناقض ما وقع؟ جواب لا. اذا باتقوا الله عز وجل. راح بهذا صاحبك وين؟ لليمن. مفترض هذا لو كان عنده فقه ما بيفرق بين كان باليمن ولا بالمدينة ولا بالطائف ولا في مكة، لأن البلاد كلها ربنا عز وجل محيط بها، وهو الذي يشرع الأحكام ليس فقط للمدينة وإنما للدنيا كلها. نعم وإياكم. صحيح يعني بيذكرنا أنه انتهى الوقت يا أبو ليلى. على هذا البحث الطيب أنا عارف على حقيقة يعني جلسة غزيرة وغنية. بارك الله فيك. هذا تأخير قبل الشاء للسنة. هاي طلعت الفتوى. هاي تأذنون لي بالاستمرار؟ تفضل. إن لم تكن الذاكرة كنت سمعت منكم في دمشق أنكم ترجحون أن الحج عن الغير لا يصح إلا من ولد عن أحد الوالدين، وفيما أعلم أكثر الأحاديث التي وردت سؤال يحج عن أمه أو أبيه، يرد الحديث واحد حديث شبرمة فكيف توجهونه حتى لا يعارض؟ وهل فيما الذي في ذاكرتك جزء مما كنت أقوله ولا زال أقوله هو كما سمعت بالإضافة، وإلا تنفيذ وصية من أوصى بالحج عنه. طيب ولو لم يكن أوصى الوالدين؟ نعم ليس له علاقة بالوالدين. أما حديث شبرمة يا أخي فأنا أعجب كيف يحتج به أفاضل العلماء في موضوع الحج عن الغير.
لما جاء في الحديث أن الرسول سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. لم أجدهم يدندنون حول هذه أو العاطفة، هل هي للشك أو للجمع؟ الجمع هنا لا يمكن بداهة لأنه رجل واحد. إذن هو شك. يأتي هنا السؤال، من جاء الشك؟ من المسؤول مباشرة أم هو من أحد الرواة من دونه؟ قل يعني على أو نزل مش مهم، لا يمكن أن يكون هذا من نفس المسؤول، إنه يعرف عن من يحق. يعرف أولا، بعدين لو قاله ما نعم دوبل على الرسول عم يضيع عليه كما يفعل بعض السائلين اليوم. وبتشوفنا مثل عم نصارع، هو بلف عليه أنا بلف عليه وأنا بلف عليه لصالحه، بس هو لا يدري مسكين، بيحاول أنه يغرر بي أعطيه جواب حسب كيفه. لكن أنا بالأخير بكتشف أنه رجل القصة مو مثل ما عم يقول هو، وأحيانا بيقول هيك أو هو نفسه بيقول هيك، وهذا خطأ. المهم فيقينا أنه هذا الشك من غير الراوي للحديث المسؤول. أحسن. طيب إذا نحن الآن بعد هذا التحرير وإمعان النظر في هذه الرواية، ليس عندنا جواب عن هوية المحجوج عنه. واضح؟ كويس. فإذا لا يجوز لنا أن نأخذ من الحديث دلالة عامة، لأنهم هنا بعضهم يريدون عبارة مستعملة، أنه ترك الاستفصال في إيش كذا، في موضع كذا ينزل منزلة إيش المقال، ما يكون حافظين شيء. المهم المعنى قائم، ترك الاستفصال عن الحال في موقع سؤال. أيوة. تنزيل المقال. المهم يعني أنهم يريدون هذه الكلمة بتعليق على هذا الحديث، على أن هذه الكلمة أنا لي رأي فيها، وأنه لا يجوز استدلال بها دائما وأبدا في غير هذه الحادثة. لماذا؟ لأن ترك الرسول في حادثة ما الاستفصال لا يعني إفساح المجال لكل المعاني الذي تدخل بسبب ترك الاستفصال. الرسول عليه السلام ترك الاستفصال لأنه يعلم من السائل أن المسألة محددة النطاق والحدود، فما في حاجة للرسول أنه يستفصل ويستوضح. واضح؟ لذلك استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث ينبغي النظر فيها وعدم استعمالها بإطلاق. أما هنا فلا ترد إطلاقا كما ذكرناه آنفا. بعد هذا يأتي شيء آخر، هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أبا كأب الخثعمية، حينئذ ما في حجة في الحديث. هذا ثانيا. ثالثا يمكن أن يكون عن موسى، أوصى الحاج هذا الذي كان يلبي عن شبرمة بأن يحج عنه، فإذا يخرج الحديث عن كونه دليلا لحجة البدل بصورة عامة بدون قيد وشرط، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة. كنت أقول هكذا، ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في معجم الطبراني الكبير وغيرها، وإن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة إسنادها، لكن على كل حال رواية في هذه القصة من شبرمة قال أبي. شايف؟ حينئذ كوضع النقاط على حروف
كما يقولون اليوم تماما، فلا يجوز استدلال الحديث أبدا. هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب. نعم. تتمة الكلام في الشريط التالي فيها يعني كويس. في الطبران الأوسط كان الأستاذ أذكر ما الله، فالحديث من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس، لكن الراوي عنهم وهو شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب، وباقي رجال الإسناد كلهم يعني